فكرة تبي اسمع والله ما عندك امشي والله ما عندك لو كاد يا ولد اي جنن المدرسين والاداره لا خلاص تعلمونا قسما بالله عرفت ايه انتوا الحين الكتب تاخذونها بسجاده اي اول نلفها بسجاده كنا نضاف لك سندويشه حلو لا جاء للمحل شنطه للمحل سالتك قلت لك اللي علك ايش ذا يا للمحل علمني عبد الرحمن اخوك ذي بيغشكم ولد تسمع الرجال هرج تسمع الرجال هرج عندنا بنعطيكم بنمشي لا لا العلم جايين الساعه 4 الفجر يا رجال ايه بتسمع ان شاء الله انت رجال سبقناك هذي ولا سبقناك يا ابو محمد اذا بتلبس الزي اذا بتلبس الزي الجنوبي الصح البسه صح والله ما تهز كذا والله ما دريت على الجنوب انت خليك تصرف لا لا داري عنه خليك داري عنه ما شاء الله لابس لك شيء ازرق لابس لي الاول في الاول الربع حسن لا لا لا, 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 لا تعلم انت ودك انك لابسها وانك مقطع يدك منها لا 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 انت معي سبقناك عليها انت معي ولا الجنوب هذا لبس الجنوب يا ذيب انت وش انا المنبر ايش وجهك يا ردي اسمع خل علمه خل علمه عندنا علم بالخلص روح اسلم يا ابو محسن عرفت ولا من الاولاد السلام عليكم السلام عليكم خلكم معنا صلوا على النبي تعالوا احنا ما حنب على عندنا ترى ميب حلوه والله العظيم منها ازعاج لا ترى ميب ذيب 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 اذا تبون الصغير ولا اخوها لا لا بعد السؤال اسمع ترى ابوك لو جاي والله لا تروارك على راسك والله كان تفاعلت معه ما خليتك سويت نفسك ثقيل لكن هذه الرخامه وهذه اللي ما لها سنع ولا لو ان اخوياك جايين يلعبون معك اسمع ولا يبغى لي بعد ذي بالرجال دخلت طالع عمرك ركبت الصقري على ظهرك وضحكنا لك قامت تقهوي ولا تنعي يشربك من جنبية نخبوا اسمع الكلام غلط ما عدوك على كيفك اسمع الكلام غلط ما عدوك على كيفك هنا سطر وهنا شلفاء وش عاد تبي انا علمك بس بالعلم صل على النبي ايه رحت انا احنا اللي نرفع ننزلك ابن شعر ارفع راسك ولا صل على النبي لا اله الا الله لا اله الا الله جوادي ما والله انفلت انفلت المكان مكانكم والموجودين اخوانكم وتامرون على الروح لكن اما من شان يوم لبسنا الهندي يوم السقر فوق الضهر يا رجال امس لا قولوا يا الله يوم يلبسنا اللون الجنوبي هم يستاهلون ربع ورفاقه اي والله يستاهل عليك اللبس ذا ما يمثل احد يمثلني انا واحمد اسامه ما يحتاج لا جنوب ولا يمن ايه جينا بكاركتر نبي نضحككم كاركتر اللي مثل كذا على جنبيه مرجع هذه مرجع نعم اما الكرفته وطقطق في بيننا جيناكم جيناكم باللي بتلي عليه منصور منصور ما تمر في الفيديو كليبات اسوي كذا وكذا وكذا واسمع اسمع ولا ما تسمع دقيقه اسمك كل دي اسمك كل دي الرجال حط رجله فوق ظهره عشان يضحك المسلمين ولا هو ساعد لا الله اليوم صار يسعى عليه منه ويتسلم عليه يقول رجع حط رجله فوق ظهره اسمع هذا انفلت انفلت فيديو ابو زيد كويس انا اتكلم على لقطه من الفيديو عند رد ابو زيد اتكلم على لقطه من الفيديو ولا فيديو كليب ناجح ويدري ابو زيد اني كنت اصفق له تحت الكواليس وكان يبغاني معه ولولا الظروف اللي يدري بها بندر كان انا بسوي بس اني بطلع بشكل جميل اصفق عزي لك ايه. اسلم يا كمل يا ابو على كل على كل كليت الخبر على كل اسمع 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 عيونك قول لا غمز 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 على كل حال والله ما عاد ازيد 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 اخوي كلام
اليوم جينا نسلم عليكم ولكن انت وجيهكم ما تستاهل السلام والتحية. فاليوم يا ابو منصور استعنا بالله بروح ربع ثاني استعنا بالله. ما في الا احنا ما بعد وجه التوريد ما في الا التيس. روح سولف مع التيس هناك ماروث عنا رجال المع عزره يعزره. بنروح المركز ابو زيده يوم انه يضم الضيفان نعم والتراحيب من يوم تدخل لين تسري جهله يسرب هاكم قاعد تسرقنا بالمشتاق قم يا ابو زيد الرجال لا اله الا الله اقول الله اجلوا اجلوا تبقى يا وجه محلف اسمع صلوا على النبي قولوا لا اله الا الله نروح المركز قولوا لا اله الا الله حق ورجع لا اله الا الله الاوله لا تجيب الصحيح الاوله جيتكم ذي والله ما مالحك ولا ندوك شيء صلوا على النبي قول لا اله الا الله لا تنطح الدين بالدين لا تنطح الدين بالدين قول لا اله الا الله صل على النبي لا اله الا الله التريجي اللي تعرفون غلاكم ومعزتكم وقدركم عندنا انتم تسمعون ولا حن بنجربكم ولا انتم بتجربونا اما جيتكم عنوتكم ذي حنا نحسب لها الف حساب اسمع الكلام يا ولد وخلك معي اسمع الكلام شفت اللي قاطع ذا على طاري المقاطع ذا اسمه السالفه ذي هذا واحد هذا الرجل طال عمرك عندك فتكس قصه هذول اسمع اسمع لا لا اخوي القصه هذه القصه هذه لا تكسروها تكفون القصه هذه اداء حق تركي الموسى عشان المره ما عاد قاطع الرجل اسمع يا تركي هذول الرجل طال عمرك قبيلتين بينهم دم واقبلوا طال عمرك القبيله طال عمرك اللي ذابحين على المذبوح على اللي مذبوح منه استريحوا يا شباب اسمع الكلام والله اني اقول الصادق اسمع اسمع اقبلوا الرياجيل اقبلوا طال عمرك الرياجيل اللي فيهم الذابح على الرياجيل اللي فيهم اللي منهم المذبوح واقبلوا عليهم بصف العوج وتقدم طال عمرك اكبرهم الشايب يتكلم هذا العين ويقوم طال عمرك هو يتكلم ويخطي في كلمه ويقومون اثنين ورا يضحكون في الصف الله اليوم الرياجيل اللي مقبلين عليهم عشان يتنازلون زانت شانت وجيههم يا ول ول من اللي يضحكون قال صلوا على النبي يا رجال الزكاة ثلاثة أنواع قالوا الزكاة نوع واحد وانت الصادق قال الزكاة ثلاثة أنواع أما الأولى فهي زكاة اسمع أما الأولى فهي زكاة المال وأما الثانية فهي زكاة الفطر وكلكم خابرينها عز الله يعزك وأما الثالثة فهي زكاة الرجال وزكاة هالثري اللي يضحكون وراي ذولا أخو نار القحت هذا والله الكلام هذا والله الكلام نعم. أما ذا الحين يا رب انا ما قبلت علينا زكاة الجلسه ذي كلها الرجال يضحك هذا والرجال اليوم قبلته قال اسكت اسكت لا تعطونهم مجد والله هذا الحاصل اي نعم احنا نعرف الرياجين صل على النبي قول يا الله اما انا اسمع يا حلفي اسمع يا حلفي اما انا يا حلفي والله انت الشهري قولوا لا اله الا الله حق ورجال لا اله الا الله قولوا لا اله الا الله جيتكم لي وعنوتكم احنا نحسب لها الف حساب يطول عمرك والعين اوسع لكم من الدار يطول عمرك حط عينكم عيني يطول عمرك حط عينكم عيني وصول لا تسمعوا عشان يا حي مرحبا بكم من وين ما سرتوا الين وصلتوا ومرحبا بكم من طبخة القهوة لي سلام القعود قلبك في الجنة اسمع قولوا لا اله الا الله لا اله الا الله اما لازمكم بنقضيه وابشروا بسعادكم وابشروا بعجب عينكم ولو تبون راس ذيب نطلناه وحذرناه وابشروا بالسعد ومعاش من يضيق صدوركم انتوا رياجيل طال عمرك لبستوا لبس يمثل يمثل اسمع اسمع الكلام بس ليتك والله لابس قميص غير الخضر اسلم اسلم قاعد المتعيه في لبسه كلها لا تقعد اسلم صلوا على النبي اسلم اما انتم انتم من خيرة الرجال احنا نعرفهم الله يطول عمرك انتم تسمعون اخلص عليك والجنابي والجنابي والشرف هذه جاه الرياجيل وهذه طال عمرك تفكك بعد الله من ذيب واشكاله وتوقفهم عند حدهم سمعتوا الكلام اي كذا 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 ذيب الاسلاح اما ذا الحين فرح بووو وارح يا رجال ارح بك الله يبقيك طول عمرك الاولى في الاولى يا ابو محمد انت كبر حمار عين في اول في عاش اسمعني اسمعني انت خشبه انت حمار عين عندك مارود ايه ابو محمد انت حمار عين الروس قوم يجملون عليك زين انت معي ومن الرجال يستقبلنا اول يوم فعز الله نحب نعديها لان احنا خابرين من الرجال الاولى يطول عمره السلام اتكلم ابو منصور جعله يسلم وانت جاوبت علينا ورديت الصوت تجعل ابوك في الجنه كلامك انك مبرك لنا قعودين والله يرضى عليك ويرحم والديك وسلامه راسك تسلم
عطوا معطوا من الرجال جوار هذا اللي ما نستمع لين يوقف تحيه واجلال الله يجي لك بر عليه وجوه تستاهلون والله تستاهلون قل لا اله الا الله وقف للرجال قل لا اله الا الله ما بكفي لك يا ذي كلهم من المحل قم اجلس المجلس قم مثل العجمي يوم قم قم صل على النبي ما احنا برادين عليك ليه والله مره ذا تقول على وجهه قول وقف لكم الرجال صل على اسلم السلاح منهم نوخوا قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله السلاح ترى يرمي رميتين لا عندي بقول ثلاث قول الا ثنتين يرمي ثلاث رميات الا ثنتين اكمل الاوله نفس السالفه فتصيب والثانيه تخطيف هذا شيء عادي ويحصل والثالثه تثور في خباها في هذا اللي تثور في خباها رفيقنا اللي بيننا عز الله هذا هذا سلامتكم ابن شامل الرجال اول عليك حاكمكم الله واغناكم تعال تعال عندي معروف عندي معروف انزل قبل على ناس ثانيين تعال 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 من بيننا مو بيقول فلان ولا فلان راح شيخنا بن هادي وشيخكم راكان وبقى حلفنا عز على الروس تيجانا هذا والله الكلام احنا مسندين طال عمرك عشان عند رفيقنا ابو زيده والله تستاهل بتروح معنا في مرحب والله ومسا ولا يشرفنا ويسعدنا يا عجمي عمرك صل على النبي اما انا ماني قاعد انا ماني بقاعد عند عارف يطردون ضيفانهم احنا زعاله زعاله بالله شل شل قصوركم معكم شل شل بيوتكم وقصوركم معكم طب قب ابرك من شل قصوركم انا باخذ ذرابيلي معي خذها اجعلها تخلص مصور يلا 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 خير